أسعد الله أوقاتكم بكل خير مشاهدينا الأفاضل، وأهلا بكم ضمن آخر عرض اقتصادي لهذا الأسبوع. أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن رقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لشهر دجنبر الماضي عرف استقرارا بالمقارنة مع الشهر السابق. المندوبية وفي مذكرة إخبارية حول رقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لسنة 2015 أوضحت أن هذا الاستقرار نتج عن استقرار كل من الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ورقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية. في موضوع آخر، أسدل الستار بعد ظهر اليوم عن الدورة الخامسة لمنتدى أوغو ميد كابيتال 2016 التي احتضنتها الدار البيضاء يومي 21 و22 يناير الجارية بمشاركة شخصيات بارزة في مجالات السياسة والاقتصاد وممثلي مؤسسات مالية من نحو 15 بلدا. ومن أبرز الشخصيات التي شاركت في هذه الدورة رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والقوات المسلحة بمجلس الشيوخ الفرنسي والوزير الأول الفرنسي الأسبق ووزير المالية التونسي الأسبق وممثل مؤسسات مالية ومقاولات وطنية وأجنبية. وفي موضوع ديسيلا، كشف المشاركون في إحدى الندوات التي نظمت في إطار الدورة الخامسة لمنتدى أوغوميد كابيتال الذي أسدل الستار عليه اليوم حول موضوع حقل من الفرص من أجل اقتصاد مستدام، أن إشكالية الإطار القانوني تعد من المشاكل الرئيسية لعقد صفقات إنجاز المشاريع الكبرى المهيكلة بإفريقيا. وأوضح أن هذه الندوة باستثناء المغرب فإن إشكالية الإطار القانونية تطرح بحدة في العديد من البلدان الإفريقية جنوب الصحراء التي تعاني من خصاص ونقص حاد في البنية التحتية المهيكلة من قناطر وطرقات وموانئ ومستشفيات ومدارس. اللحظة ننتقل إلى مستجدات بورصة الدار البيضاء التي أغلقت جلسة الجمعة على إيقاع الارتفاع بالنسبة للمؤشرين الرئيسيين مازي وماداكس، واللذان سجلا على التوالي من قيمتهما 0.7% و0.7%. وبلغ مؤشر مازي وهو مؤشر شامل يضم كافة القيم من نوع الأسهم 8868.44 نقطة، في حين بلغ الماديكس وهو مؤشر يتألف من القيم المدرجة باستمرار في البورصة 7227.31 نقطة. بهذا نكون وصلنا إليكم لختام موعدنا الاقتصادي، نشكر لكم طيب المتابعة ونتمنى لكم نهاية أسبوع موفقة، في أمان الله.